512 و327 على مستوى غزة، فيما سجلت 106 حالة تعافي جديدة ليصل بذلك و327 حالة مستبعدة 8223 حالة شفاء، أي بنسبة تعافي 83.6%. كما لم تسجل ببلادنا ولله الحمد خلال 24 ساعة المنصرمة أي حالة وفاة جديدة، ليبقى بذلك مجموع عدد الوفيات المرتبطة بداء كوفيد-19 محدوداً في 213 حالة وفاة، أي بنسبة إماتة لا تتجاوز ولله الحمد 2.2%. أما فيما يخص إجمالي عدد الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج ولا زالت تتابع علاجها داخل المستشفيات، فقد بلغ مجموعها 1403 حالة من الحالات النشطة. فيما يخص توزيع الجغرافي للحالات المؤكدة لكوفيد-19 المسجلة خلال 24 ساعة المنصرمة فهي كالتالي: سجلت بجهة الدار البيضاء 21 حالة جديدة، فيما سجلت بجهة مراكش أسفي 6 حالات جديدة من هذا الداء، وسجلت 11 حالة إضافية في جهة فاس مكناس، فيما سجلت 28 حالة إضافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وسجلت 156 حالة إضافية بجهة الرباط سلا القنيطرة، فيما سجلت 4 حالات جديدة بقلميم ودنون، وهي جلها أو كلها الأربع حالات الجديدة بجهة قلميم ودنون هي بسيدي إفني، سجلت بسيدي إفني. فيما لم تسجل باقي جهات المملكة أي حالة مؤكدة جديدة من داء كوفيد-19. وتجدر الإشارة إلى أن تتبع المخالطين مكن إلى غاية الآن من تتبع ما مجموعه 53813 مخالط من المخالطين، لا زال منهم 5656 مخالط تحت المراقبة الصحية. هذا وتؤكد وزارة الصحة من جديد على ضرورة احترام وسائل الوقاية من تباعد جسدي وارتداء الأقنعة مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار، إضافة إلى استعمال تطبيق وقايتنا مع تشغيل تقنية البلوتوث بصفة مستمرة مما يمكن وزارة الصحة من تتبع المخالطين وتعزيز هذا التتبع. وتؤكد كذلك وزارة الصحة على ضرورة اتباع التعليمات والنصائح المواكبة لرفع الحجر الصحي التدريجي للوصول ببلادنا إلى بر الأمان ووقف هذا الوباء. أما فيما يخص الأوساط المهنية، ومن أجل تجنب انتشار العدوى كوفيد-19 بها، فيجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، وعلى رأسها استعمال الأقنعة الواقية أو الكمامات بصفة مستمرة مع غسل اليدين بشكل منتظم، والحرص على نظافة أماكن العمل واحترام إجراءات التطهير، كما يجب احترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي داخل أماكن العمل وعلى التهوية الطبيعية لأماكن العمل كذلك. ومن أجل الحفاظ على تطبيق هذه الإجراءات، فإنه ينبغي على المشغلين أن يحرصوا من جانبهم على إعلان وتحسيس المأجورين حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، وكذا وسائل الحماية المعتمدة باستخدام الدعائم التواصلية المتوفرة على موقع وزارة الصحة، مع تأهيل المرافق الصحية في مكان العمل طبقا لمتطلبات النظافة العامة والتنظيف المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. ومن جانب آخر، يجب الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.